دكتورة شيرين وعملنا واستنجدنا يعني قدمنا استغاثة يعني ونداء عاجل لرئيس الجمهورية ولوزارة الدفاع ولوزارة الزراعة ولبرلمان، وهناخد الصور تاني اللي عرضناها قبل العيد بكذا يوم كمان، دي مش حاجة جديدة، وقلنا هي دي الصور، قلنا يا جماعة أرجوكوا في كلام مؤكد من الأساتذة في الطب البيطري، الناس اللي عندها ضمير وبتنزل تشتغل وتعمل الضبطيات وتطمئن على اللي احنا بناكله، بيؤكدوا انه في كوارث حاصلة وانه في عربيات تابعة لوزارة الزراعة وقطاع الانتاج بتبيع لحوم فاسدة. انا بناء على اني عرفت دلوقتي انا اللي بقوله للدكتور شيرين، لا 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 اطلاق اطلاق اطلاق، انا فعلا اللي بقوله أنا ان انا بمجرد ما دور العقد دور العقد يبدا يبقى في استجواب للسيد وزير الزراعه عشان نفهم هذا، وفي استجواب لوزير تاني بعد اذن حضرتك، هحتاج من حضرتك الدوكيومنتس كلها فندم، انا تحت امرك، في استجواب تاني لوزير التموين بعد اذن حضرتك، في ضبطيه تاريخيه قام بيها اطباء الطب البيطري في محافظه الجيزه بضبط 100 طن يعني 100,000 كيلو يا فندم كوارع ورؤوس ابقار وجاموس واحشاء داخليه مخزنه زي ما هي بالفيسز بتاعتها، لدرجه ان تم عزل ايكولاي منها، وحضرتك فاهم الايكولاي بيبقى موجود فين. بالتقصي عرفنا ان التاجر ده هو اللي مسؤول عن ان هو بيشتري الحاجات دي، واخد حق شراء الحاجات دي من الذبائح اللي بتستوردها وزاره التموين من بره. وزاره التموين سابت الاخ ده ياخد الحاجات دي منها ويخزنها في ثلاجات بمعرفته، ولم تتقصى الثلاجات دي فين، ولم تخطر الجهات الرقابيه عنها، لدرجه الفيديو اللي احنا اللي انا بعته للاستاذه منى هتسمع حضرتك السواقين بتوعنا بيقولوا اقفل اقفل بقى قبل ما حد يشوفنا، ده احنا اكتشفناها بالصدفه. حد يطلع لنا من وزاره التموين يقول لنا ازاي الحاجات دي بتتباع ومحدش قال هي فين متخزنه فين متخزنه ازاي. احنا هنا من صباح دريم والنهارده يوم الاحد 18 سبتمبر 2016، بنضم صوتنا وطلبنا لطلب الدكتوره شيرين، وانا واثقه بالنيابه عن ملايين المصريين دلوقتي، طلب استجابه، طلب استجواب وزير الزراعه وطلب استجواب لوزير التموين كمان، عشان اللي هي الواقعه الثانيه بالاضافه للمجمعات الاستهلاكيه استاذه منى، وانا رصدته فيها علشان المساله مش شوشره ولا فقاعه اعلاميه، لا لازم كلنا نقف مع بعض لانه البلد محتاجه كلنا نقف مع بعض الحقيقه. يعني بعدين ده دورنا يعني، حد بيكتشف لنا الفساد لازم نقف في ظهره يا فندم. اللي بيكتشف الفساد ده حد بيحاول، لا يروح النيابه ليه؟ لان بنتهم بالتشهير. يعني انا لا لا لا، طالما عند حضرتك ادله مفيش تشهير، طالما عندك ادله والكلام موجود في النيابه ورقم المحضر، طب خلاص. وحتى الان ما زلت بخضع للتحقيق في جهات معينه بسبب ان انا نشرت اسم كان معانا مسؤول كبير يا فندم في وزاره الزراعه هنا على الهواء، ودكتوره شيرين تعلم انا مش مسحول اسمه لان هو مش موجود معانا دلوقتي، فيعني يعني كان معايا على الهواء هنا يا فندم، وكنا بنتكلم في نفس اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، نفس الفكره كده، ورد عليا رد الحقيقه والله العظيم انا لغايه دلوقتي ما فاهماه. قال لي انتوا ليه بتعملوا بلبله وليه بتتكلموا في الحاجات دي واحنا داخلين على موسم واللحمه وبتاع. ساب كل الكلام اللي قعدنا اتكلمناه عن الفساد وضبطيات الطب البيطري والكوارث اللي بتحصل، لا دي مش بلبله، دي خطر فعلا على صحه وذبح الاناث، وعرضنا له فيديوهات صادمه احنا بنعرضها يعني واحنا متضررين جدا، بس لازم عشان نوريها له. ساب كل ده وقال لي انتوا بتعملوا بلبله ليه؟ ليه الاعلام بيزود المواضيع وبيتكلم في الحاجات دي واحنا داخلين على موسم؟ شوفي حضرتك، هي ممكن تبقى ما هياش ظاهره لكن موجوده، وبالتالي لابد من الوقوف ضدها. لا بقت ظاهره يا فندم، لكن لو بقت ظاهره عامه دي تبقى كارثه. لا ظاهره يا فندم، وانا اقول لحضرتك يعني كم واحد بيذبح حمير في مصر لازم يتعرفوا بالاسم فعلا ولازم يشهر. ده ذبح الحمير، ده لازم يا فندم، ده ذبح الحمير والحاجات الفاسده يعني يمكن احسن من اللحوم الفاسده من حاجات تانية كتير، اهون من حاجات تانية. الموضوع مش هنعرف وحياتكم يا شباب، نجهز بس بقى نجهز كده صور للظبطيات اللي في كمان الفيديو معانا للدكتوره شيرين، واحده من الظبطيات. طيب في ناخد كمان الفيديو بقى، بس ناخد اتصالات الاول. استاذ سليمان صباح الخير. طب استاذ هلال صباح الخير. الو صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ منى، بحيي سياده النائب وبحيي الدكتوره شيرين، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. انا عايز اتكلم يعني طبعا في نقطتين، طبعا احنا كان عندنا موسم بالنسبه للحوم اللي هو قبل العيد. بالنسبه لسياده النائب انا عايز اسجل حاجتين لابد انهم يتشافوا في المجلس ويتقننوا. اولا القانون اللي بيسمح لاعضاء النقابات انهم يشغلوا مناصب تنفيذيه او وظائف تنفيذيه، لان ده كده للاسف الشديد بيوجه العمل النقابي. تعرف ان العمل النقابي هو ده عمل خدمي المفروض، فبيتوجهوا الاثنين لصالح المهنه،
سواء العمل التنفيذي او العمل النقابي، دي نقطه ده لازم يتنظر فيه ويتعدل. الحاجه الثانيه القانون الخاص بتحصيل دمغه طبيه وتبرعات في المنافذ، ده للاسف كان قرار وبعدين اتحول لقانون بقدره قادر، ما عرفت ازاي. على الحيوانات الحيه، لحوم منتجاتها، مخلفاتها، وكل ما يدخل في الحجر البيطري او الصحه الحيوانيه. بالنسبه بقى لموضوع المخلفات اللي حصلت، جميع الجهات اللي اشتغلت في اللحمه قبل العيد كان عندها مخلفات. كان عندها يا فندم تجاوزات ومخالفات في بيع اللحوم، جميع جميعهم بالكامل. انا اولا اشتغلت في الصحه وبذبح لنفسي كنت، وبذبح مشاركه وحاجات كتير شفتها. اللحوم المجمده كانت بتتحط تحت اللحوم المفروض انها حيه ومذبوحه محلي، ودي كانت بتتعرض في الثلاجات سواء كان في المجمعات سواء كان في العربيات اللي هي تابعة لأجهزة سيادية وحط اسم أجهزة سيادية، أو العربيات اللي كانت كاتبة إنها تابعة لوزارة الزراعة. للأسف الشديد أنا عندي في اسكندرية مديرية الطب البيطري موجودة في محطة مصر في اسكندرية قدام السكة الحديد، وده كان سوق للحمة، ما شفتش أنا طبيب بيطري موجود، شفت عربية واحدة بس مقبوض عليها في اسم العطارين، واخد بال حضرتك، من قبل العيد. يعني هي عربيه واحده اللي انا شفتها متحرسه. واخد بال حضرتك. هو طب هو السؤال مين اللي قبض عليها اذا كان ما كانش فيه دكتور بيطري؟ يعني ما هو بقول لك النسبه ما يعني ما تتعداش واحد على 1000. تمام. ها واخد بال حضرتك؟ وبين مديريه الطب البيطري وبين المكان لا يتعدى 150 متر. واخد بال حضرتك؟ تمام. الحاجة التانية بقى يعني احنا مش عايزين نهاجم وزارة الزراعة، وزارة الزراعة وزارة هجمية. ما بنهاجمش حد يا فندم، احنا بنقول كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته بقى الفترة دي. اللي عنده مشكلة شخصية ما يحاولش يدافع عن نفسه قدام جهة سيادية أو جهة وزارة. يعني إيه يا فندم اللي عنده مشكلة شخصية؟ معلش اشرح لي النقطة دي. نعم. في كتير ناس عندها أعضاء شخصية، كذا ناس كتير موجودة وبتطلع في الإعلام. ثانيا أنا عايز أعرفك حاجة بقى يا أستاذة منة. اتفضل. ان الاعلام كان ليه دور قوي في انتشار الفساد. ازاي؟ بعد 25 يناير طلعت الارقام والبتاع ده في الاعلام كله، سواء صحافه سواء تلفزيون، سواء فساد اللي كانوا مسؤولين. الغلبان اللي تحت اللي مش طايل ده قال لك الله اشمعنى دول سرقوني، ما انا كمان اسرق. يعني يا فندم الاعلام كان بيبقى غلطان لما كان بيطلع يتكلم عن فساد بعض المسؤولين؟ فلان يعني ده غلط من الاعلام يا فندم؟ لا بحمله مسؤولية طبعا. لما تطلع لي صحيفة أو واحد يقول لي فلان عمل 70 مليار، فلان عمل 50 مليار، والشعب وواحد عايش في العشوائيات مش لاقي 500 جنيه في الشهر. لما يلاقي فرصة يقول لك اشمعنى ما دول عملوا، ما فرصة اتسرقت. ده رأي حضرتك ورأيك كشخص. ما كانش يعرف اللي في العشوائيات، ما كانش يعرف، بس شافه في الجرنان، سمعه في التلفزيون. فده أستاذ هلال لا مش قادرة، يا مش قادرة يا جماعة، يعني لازم أتناقش، مش قادرة يا أستاذ هلال. يعني علاج الخطا ان انا اغمض عيني واسد وداني واقفل بقي عشان ما اعملش بلبله، ده نفس المبدا يا استاذه، ولا اتكلم واقول يا جماعه في غلط هنا، في فساد في الحته دي. هو اسمحي لي دي كانت ثوره وكان في ثوره والناس طلعت تشوف حقوقها، فالبسيط ده واخد بالك هو تفكيره طبعا على قده، لما شاف كده وتابع كده اتربى عنده واخد بالك نقطه ان هو لازم ياخد حقه، وياخده ازاي؟ لا دول ما خدوا مني وخدوا حقوقي، انا لازم اخد حقوقي من الاقل مني. طيب انا بشكرك يا استاذ هلال. طبعا مفهوم غريب جدا. في لا لا معلش انا عايزه اطلقي. طيب الله ده هو حاجه بصي لازم اقولها هيجرى لي حاجه يعني. اتفضلي. هو انا بس عايز اسال يعني ايه اللي عنده مشكله شخصيه مع وزاره الزراعه؟ ما انا طلبت منه توضيح وما يعني ما ردش عليا. المشكله مع وزاره كامله ولا المشكله مع وزير؟ ما انا طلبت منه توضيح الحته دي ما ردش. انا عندي مشكله مع وزاره الزراعه وانا بشتغل تحت قيادتها، انا مشكلتي مع وزاره الزراعه، انا ما حمتش الناس، مشكلتي مع وزاره الزراعه ان جميع المنافذ اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، واتحدى حد من وزاره الزراعه يطلع يكذبني، مؤجره الاهالي، يعني وزاره الزراعه بتبيع اسمها والاهالي بتعك وبتجيب لحمه زي ما هي عايزه، ولما احنا بننزل نحرر محضر بضبطيه بيبقى على اسم الراجل المؤجر. فين الوزاره اللي بايعه اسمها؟ هو احنا فين يا شباب انتاج وزاره الزراعه؟ احنا نقدر يا شباب نحاول نتصل بدكتور عصام فايد ليه؟ يعني ولا لو بيتفرج علينا دلوقتي يعني اقول ايه؟ نعم؟ انا متخانقه مع الست اللي اسمها وزاره الزراعه. يعني ايه المشاكل الشخصيه؟ ايه هي المشاكل الشخصيه؟ انا مش فاهمه يعني. ما انا سالته الحقيقه هو ما ادانيش رد. يعني كلام عجيب جدا، يعني انا والله مش عارفه اقول ايه.
طيب. بس انا عايز اقول حاجه بالنسبه للضيف العزيز اللي عمل مداخله. لا يعني ان احنا نقول ان دور الاعلام انه بيكشف فساد، انه يشجع البيع على الفساد، لا الحقيقه دي حاجه جديده جدا ما سمعناهاش. يعني بالعكس انا بقول ان دور الاعلام ودور الشعب كله انه يطلع النقط اللي فيها فساد عشان يقدر برلمانه يراقب ويتابع ويشرع ويحاسب وتقدر تحكم حكومته تصلح. هو ده التعاون اللي بين الكل. لكن الاعلام الحقيقه، وانا بقول حاجه، برنامجك من البرامج اللي انا بشوف انه هادف جدا. اشكرك يا فندم. لو بنطلع ب 60 70% اصلاح لهذه المشاكل هيتصلح قطاع كبير جدا من المشاكل. هو ده اللي انا عايز اقوله. المبالغه يمكن هو بيقصد انه احيانا بيبقى في نوع من المبالغه في اظهار بعض الفساد او في اظهار ارقام خرافيه في الاول وبعدين بعد كده بتقل. احنا تقريبا لكن الاعلام الصادق احنا الحقيقه يا فندم، يعني الحقيقه تقريبا بقى عندنا فقره شبه يوميه بدون ما نتفق عليها انا وزمايلي، بنكذب فيها الشائعات اللي بتحصل في البلد بالزبط. وبنكذب فيها فكره انه في فساد جامد كذا وفيها معرفش. كان لازم يفصل بس بين اعلام مبالغ واعلام يعني واضحه وضوح الضوء يعني. طيب استاذ احمد صباح الخير، معلش اتاخرنا على التليفونات شويه. استاذ احمد الو، صباح الخير. صباح النور، كل سنه طيبه. وانت طيب، اتفضل. النبي لو سمحت، بالنسبه لاحمد بهجات اللي كنت قلت لك عليه مريض وبعدين طلبت مني في المثل الاشاعات بتاعته والورق بتاعه، اودي فين؟ طيب طب فكرني معلش تاني يا استاذ احمد، كان ايه الاصابه او المرض اللي عنده؟ احمد بهجات. ايوه تمام، كان ايه الاصابه او المرض اللي عنده؟ لو سمحت، والله تعبان، والله بعت كل ما ده انت شخصيا؟ نعم. حضرتك اللي عندك المرض؟ ابنك كان ايه المرض اللي عنده يا استاذ احمد؟ نعم. كان ايه المرض اللي عنده؟ هو كان كويس وهو معوق، بس كان وديته المستشفيات بقى خلوه اعصابه ما فيش، بنشيل وشيل دلوقتي ومش عارفين نعالجه. كل المستشفيات عايز يعني من الوزير اعاقته، نوع الاعاقه يا استاذ احمد غفير. نوع الاعاقه فين بقى تاني؟ ما فيش مستشفى ما رحتهاش بيه. طيب استاذ احمد سامعني؟ ايوه انا سامعك. نوع الاعاقه اللي عند ابنك ايه؟ والله مش عارف، هو معاق بس ما بيعرفش يتكلم ولا اي حاجه. طيب طب بقول لك ايه، خليك معانا. نعم. ثانيه واحده. نعم. والله انت ابن حلال، وما كناش ناويين والله يعني نقول على الهوا دلوقتي، قلنا لغايه ما نتباحث في الموضوع، بس يعني معانا سياده النائب دكتور مجدي مرشد، ومش معقوله تكون حضرتك معانا وحضرتك طبعا رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب وتسمع استغاثه زي كده وما نساعدش المواطن. حتى لو ما كنتش رئيس لجنه صحه يعني باعتباري طبيب انا تحت امره طبعا، لو في عند حضرتك الاشعه او التقرير بتاعه. حاضر، احنا هنتواصل معاه المستشفى الامثل له. لكن برضه عايز اقول له ان في بعض الحالات احيانا يعني الطب ما خلصش. هي الفكره، هو الراجل بسيط لدرجه انه حتى مش عارف نوع العقد، مش عارف هو عنده ايه. فلو كده نشوف المستشفى الملائم له ونعرضه عليه. ده وعد. لا ده مش وعد، ده يعني نقدر نعتبره ضن باذن الله. طيب طب استاذ احمد، بس الاشعاعات والورق استاذ احمد طب هو لسه معانا؟ طب دلوقتي زمايلي بياخدوا رقم تليفونه من خلال حضرتك ورقم تليفونه. طيب خلاص تمام يا معوض، هو دلوقتي مع زمايلي بياخدوا رقم تليفونه وخلاص ان شاء الله. حضرتك فعلا كلمتنا، دي تاني مره اتكلمنا فيها، واحنا هنستسمح حضرتك في حاجه تانية قبل ما ياخد اتصال كمان، انه احيانا في بعض الحالات بتجينا بتكون حالات فعلا صعبه او مستعصيه او ناس تعبوا فيها قوي من اللف كعب داير على الدكاتره وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. شوف هقول لحضرتك، انا لو في حالات مشابهه اللجنه يوميا بيجي 20 30 جواب